مشاهدينا في كل مكان مساء الخير واهلا بحضراتكم في لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات الاهلي الليله. النهارده بنلتقي مع حضراتكم في تاني ايام عيد الاضحى المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعيد هذه الايام علينا على مصر وعلى الامه العربيه والاسلاميه بالخير واليمن والبركات ان شاء الله. فقراتنا النهارده مختلفه ومتنوعه، وبتتناول موضوعات ومجالات رياضيه مختلفه من كره القدم الى مجالات اخرى، الى تنس الطاوله، الى ايضا الدوريات وكره القدم العالميه. كل ده احنا حريصين على متابعته وتقديمه لحضراتكم النهارده من خلال فقرات منوعه. ثلاث فقرات للحوار النهارده هنبداها مع الكابتن عادل محمود نجم النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي سابقا في الثمانينيات. هنتكلم معاه عن ذكرياته وتاريخه وابرز المباريات اللي بيتذكرها خلال فتره مشاركته داخل المستطيل الاخضر مع نجوم النادي الاهلي، والبطوله الاغلى في ذاكرته وفي قلب الكابتن عادل محمود لاعب مصر والنادي الاهلي سابقا. كمان هننتقل بعدها الى فقره حوار اخرى مع زميلي العزيز الكابتن خالد العوضي، هنتناول من خلالها بالتحليل موقف تنس الطاوله في النادي الاهلي، حوار موسع وتفصيلي مع الكابتن اشرف عبد الفتاح المدير الفني لتنس الطاوله في النادي الاهلي، ونطمئن على مسار الفريق في هذه المرحله وتطوير اللعبه في اطار التطوير الشامل اللي بيحدث في كافه الاتجاهات وفي كل المجالات في النادي الاهلي. وهنختتم حلقتنا النهارده من برنامج الاهلي الليله بحوار اخر وتغطيه اخرى مع ناقد رياضي الاستاذ ايهاب الجنيدي. هيقوم باجراء هذا الحوار زميلنا عمر ربيع ياسين، وهيتناول خلال الحوار انطلاق الدوريات الخمسه الاكبر على مستوى كره القدم العالميه والاوروبيه. هنتكلم عن الدوري الإسباني والدوري الإيطالي وفرص يوفنتوس السيدة العجوز في العودة للتألق أوروبيا والفرص الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد التعاقد مع النجم الكبير كريستيانو رونالدو، وأيضا هل يستعيد ذاكرة الانتصارات وأيضا يواصل مسيرة البطولات على الصعيد الأوروبي وعلى مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا أو الشامبيونز ليج ريال مدريد النادي الملكي في إسبانيا وفي القارة الأوروبية بعد أن انتقل لصفوف يوفنتوس أبرز نجومه على الإطلاق وطبعا واحد من أبرز لاعبي الكرة على مستوى العالم وعلى مدار تاريخ الكرة العالمية كريستيانو رونالدو. هل يؤثر في توازن وفي قدرات الفريق خططيا وفنيا، أم هناك بدائل تستطيع أن تعوض غياب كريستيانو رونالدو؟ كل ده هيكون مطروح من خلال الحوار في فقرتنا الثالثة. مرة ثانية كل سنة وحضراتكم طيبين، وبتتزامن فرحتنا بهذه الأيام المباركة بعيد الأضحى المبارك مع فرحة الأهلوية، مجلس الإدارة، المسؤولين في النادي، أعضاء النادي، أعضاء الجمعية العمومية ومحبي النادي الأهلي وجماهيره في كل مكان على مستوى مصر والعالم العربي وقارة أفريقيا بعودة الانتصارات كمان خارج ملعبنا أمام منافس قوي هو الترجي التونسي على ملعبه ووسط جماهيره. هذا هو ما نعرفه دائما أبدا عن نجوم النادي الأهلي وعن قدرتهم على التألق واستعادة التوازن سريعا فنيا وبالنتائج وبالأرقام والنقاط والعودة للتألق وقيادة أو صدارة المجموعة أملا في الوصول إلى مباراة الحسم ومباراة نهائي الدوري الأفريقي أو بطولة أندية أفريقيا أبطال الدوري إن شاء الله، من أجل العودة إلى المشاركة عالميا والتألق مرة أخرى إن شاء الله في كأس العالم للأندية. وده كمان هنتكلم عنه بالتفصيل من خلال حوارنا مع نجمنا في أولى فقراتنا النهاردة الكابتن عادل محمود. فاصل ونعود مع حضراتكم سريعا لنبدأ فقراتنا النهاردة ونستضيف بعد قليل لاعب النادي الأهلي والكرة المصرية السابق الكابتن عادل محمود. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ما زلنا معكم من خلال الاهلي الليله، وفي بدايه هذا الحوار بنرحب بضيفنا من نجوم الكره المصريه سابقا ومن جيل النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي في الثمانينيات، وايضا ما عرفته عن السيره الذاتيه لضيفنا النهارده في الاهلي الليله الكابتن عادل محمود، انه كمان يمكن ان نقدمه كزميل بنعتز بزمالته لانه له بعض التجارب اللي هنتناولها بالتحليل النهارده ونتكلم عنها ونعرف تفاصيل اكتر كمان عن بعض الخطوات اللي اتخذها في مسيرته في مجال الاعلام الرياضي، وسنناقشها ايضا من خلال نقاط كثيره جدا وموضوعات متنوعه سنذهب اليها من خلال هذا الحوار. كابتن عادل محمود اهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب وسعداء بوجودك معنا النهاردة. أهلا بحضرتك وأهلا طبعا بحضرتك في بيتنا إحنا الاثنين، وتمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة طبعا وحضرتك طيب وسعداء بوجودك في بيتك على شاشة قناة الأهلي. ربنا يخليك. هنبدأ بذكرياتك، أول فترة بتتذكرها عن معرفتك من الداخل بالنادي الأهلي، فاكر أول يوم قضيته في النادي الأهلي وأول ذكرياتك عن أول مرحلة بدأت ترتبط فيها بالنادي الأهلي؟
صلتي بالنادي الاهلي كانت موضوعها غريب شويه، ولكن ابتدت في سن 12 13 سنه. انا رحت نادي الغابه وكنت لعبت سنه اللي هو نادي الغابه اللي في مصر الجديده، فلعبت معاهم سنه وانا صغير، وكان في مدرب اسمه سمير رحاب ربنا يمسيه بالخير اذا كان عايش طبعا يرزق، قال لي لا انت مش مكانك هنا، انت راجل مميز جدا، فكنت بتميز بالسرعه والمهاره، فقال لي لا تعالى احنا نروح للانديه الكبيره نشوف نجرب حظك. كنت مهاجم في السن الصغير؟ كنت مهاجم، انا طول عمري كنت مهاجم. فالمهم خدني ورحنا نادي الزمالك الاول، يعني هو زملكاوي وانا كنت صغير، انا مش عارف لسه الامور ايامنا بقى مفيش كتير بقى الاهلي والزمالك والحاجات اللي حضرتك عارفها. بتبقى فرصه اللاعب انه خلاص يروح نادي من الانديه الشهيره. فخدني وداني نادي الزمالك، اختبرت في نادي الزمالك ومضون استماره من اول خمس دقائق، وبعدين قال لي بص بقى انا زملكاوي فعشان ما اظلمكش انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ فبصيت له كده قلت له والله انا اهلاوي، فقال لا يبقى خلاص تعالى بينا في اختبارات كمان في النادي الاهلي كمان ساعه كمان نقدمك للنادي الاهلي. فروحت النادي الاهلي وكان وقتها طبعا دي حاجه جميله. كان عمرك كام سنه؟ كان عمري 13 سنه. طيب تقريبا دي حاجه جميله انه كمدرب وعنده فرصه خلاص تكون في الزمالك بالزبط. وهو انتمائه لنادي الزمالك لكن عايز يدي لك الفرصه والاختيار الاقرب لنفسك. يعني بالظبط. وبعدين خدني ورحنا النادي الاهلي، كان النادي الاهلي حوالي بقى 20,000 في الملعب الفرعي اللي هو في الجزيرة، وكان وقتها في كابتن سايس وكابتن طه اسماعيل وكان هيدي كوتي موجود وقتها كمان. دي أول مرة تدخل النادي الأهلي؟ أول مرة أخش النادي الأهلي، فبالتالي طبعا تخيل بقى الكم الرهيب في ملعب صغير اللي هو دلوقتي أصبح حديقة وجنب الملعب اللي هو الأساسي يعني. واختبرنا وأنا فاكر في اليوم دوت كان في بيلعب ضدي كمان الكابتن خالد كامل وأخوه عمر، وانا كنت بلعب عليه ومنج رايت، فطبعا كنت مميز جدا يعني. فاول خمس دقائق اختاروني برضو وطلعت، فقال لهم انت قلقان لما شفت عدد جدا الاف المشاركين في الاختبارات دي اول ما دخلت 10,000 20,000 يعني ارقام، وبعدين الفرصه المتاحه ليك بالظبط خمس دقائق يعني مش مساحه كبيره تقنعهم بمستواك يا اما بالظبط كده. ففي طبعا هم كانوا عين خبيره ما شاء الله عليهم، والعين الخبيره دي احنا بنفتقدها الايام دي، هنبقى نتكلم عليها، ولكن احنا فعلا كانت عينهم خبيره، وفي نفس اللحظه اختاروني انا واختاروا حد تاني. مين بقى تاني اللي كانوا بيختاروا في الملعب؟ كان الكابتن سايس، محمود السايس، الدكتور طه اسماعيل ومستر ديكوتي. فعلى طول انا اول واحد اختاروني من الملعب وقعدوني جنبهم، فجه كابتن سمير قال لهم، الراجل كان امين جدا، قال لهم على فكره احنا كنا في نادي الزمالك من ساعه وانا سالت سؤال وهو قال انا اهلاوي، فانا بالتالي هو مضى استماره في نادي الزمالك، ودلوقتي انا جبته برضه عشان يبقى لو ليه حظ في نادي الاهلي يبقى موجود. على طول راحوا مكلمين عمو جمعه والحاج عبد البقال كان وقتها، تعالوا بسرعه اعملوا استمارات وسجلوا هم صوروك وعملوا بتاع، قلت له لا هم بس خدوا استمارات وبكره المفروض اروح لهم اجيب الصور والحاجات دي كلها. فكان النادي الاهلي سباق بالناحيه الاداريه بالناحيه الاداريه جدا، وفعلا هو نجح ان هو يسجلني بسرعه في نفس اليوم، وفي نفس الوقت طبعا انا عملت اتصال بنادي الزمالك وكابتن سمير تولى الموضوع، قال لهم يا جماعه ده هو الراجل اهلاوي فمعلش اعذروه، هو راح واختبر والكلام ده كله، فهو بالتالي دلوقتي اصبح في النادي الاهلي. فدي كانت البدايه. تابعني من ساعتها كابتن هيدكوتي بس شوف الرقي في طريقه التعامل بالزبط. يعني شوف خلاص حابب تكون في نادي الاهلي وميولك كمشجع والعيله كلها اهلاوي وحريص على الاعتذار للنادي الزمالك وللمكان المنافس وان ازاي الدنيا تمشي بشكل بسيط مفيش تعقيدات بشكل محترم بالظبط كده. فبالتالي الحمد لله يعني من ساعه ما دخلت النادي الاهلي تدرجت طبعا في فرق الناشئين الحمد لله على ايدين طبعا ناس افاضل كبيره بمراقبه مستر ديكوتي من ساعة اللحظة دي، وهو قاعد يراقبني واعترف لي بالكلام دوت، قال لي أنا كان عندي تطلعات إنك أنت فعلا نوعية خاصة جدا من اللعيبة من صغرك، وأنا تابعتك لغاية ما اختارني في سن 18 أو 19 سنة، وكان اختارني في الوقت ده أنا كنت بلعب على فكرة مهاجم، كنت وينج رايت ووينج ليفت وكنت مهاجم صريح برضو، وكنت بتميز بالسرعه والمهاره، وانا كنت في الثانويه الرياضيه كمان. فكنا طبعا معانا ناس افاضل كتيره من نجوم مصر كلهم زي كابتن ابراهيم يوسف، زي كل نجوم مصر كانوا في المدرسه الثانويه الرياضيه اللي هو في الاستاد، كنا بننام في الاستاد وبنلعب على ملعب الاستاد الرئيسي. فبالتالي كانت حياتنا كلها رياضه بعد طبعا الاعداديه،
وفي نفس الوقت اصبحت انت مجال تحس انك انت بقى اصبحت محترف لان حياتك كلها رياضه ودراسه وجاهز دايما فيت بدنيا لان حتى دراستك الرياضه واخده مساحه كبيره فيها. حضرتك دلوقتي احنا انا كنت بتمرن من سنه اولى ثانوي الساعه 5 بنجري ضاحيه في مدينه نصر حوالين الاستاد او في مدينه نصر كلها وبعدين نطلع الكابتن شرقاوي ربنا يمسيه بالخير هو لسه مكلمني من يومين كان يطلع لنا فوق تبه كبيره زي بتوع الجيش بالظبط كانت في استاد القاهره مكان نادي الزهور وكنا بيطلع فوق مسافه تقريبا 15 متر اطلع انزل فيها وكنا بننط مدرجات الاستاد من تحت لفوق بالقفز كده يوميا لا معروفه كل الناس زمان كان تدريبات المدرجات دي حاجه مهمه جدا وفي نفس الوقت ده انا بكلم حضرتك من اولى ثانوي فشوف سن صغير يعني وبالتالي كنا نروح ندرس نفطر ونروح ندرس وبعدين اروح النادي الاهلي اتمرن وبعدين ارجع تاني على الاستاد اتمرن تاني بعد الظهر مع فريق الكوره بتاع الثانويه الرياضيه كان فيه الكابتن ابراهيم الوحش وحسن ابو جريشه كابتن يحيى كلاشه الدكتور فتحي نصير كل الناس الافاضل دول برده كانوا موجودين في الثانويه الرياضيه وبالتالي كنت يعني بتمرن 3 مرات في اليوم وانت صغير فكنت فت بطريقه غير طبيعيه الحمد لله ودي ادتني لياقه بدنيه عاليه جدا كنت بتفوق بقيت جاهز لما جات لك الفرصه طبعا كنت بتفوق فيها على اي حد بالنسبه لي اقدر العب مباريتين يعني طيب خلال مشوارك وصولا الى الفريق الاول في النادي الاهلي لحد ما خدت فرصه المشاركه مع الفريق الاول مين المدربين اكيد كل واحد اثر طبعاً كل طبعاً واحد له طبعاً يعني طبعاً بفضل الله سبحانه وتعالى تاثيره عليك بشكل ايجابي لكن مين اللي فاكر لهم انهم اسهموا في تطوير مستواك او لهم بصمات فنيه مؤثره جدا على طبعا مستواك. المرحوم كابتن مصطفى حسين هو من الناس الأفضل اللي هم استقبلوني طبعا لان هو كان مسؤول عن القطاع الناشئين وكان شخصيه جميله جدا وكان عنده نظره محترمه جدا لكل الناس وكان تعامله راقي جدا وكان تحس ان في الاب اللي هو الخبير يعني عارف انت بعد والدك وبعد والدتك في اب تاني في النادي الاهلي زائد اللي هم طبعا الافاضل المدربين المحترمين كانت البدايه كابتن سايس وبعدين كابتن طه اسماعيل وبعدين تدرجت الكابتن فتحي نصير وكابتن عوضين في 18 سنه وده كان انا بيقول لي انت خلفتي لان كابتن عوضين كان وينج رايت وقال لي انت خلفتي يعني انت كل ستايلك وكل حاجه بشوف فيك نفسي وانت خلفتي والحاجات دي كلها وفي نفس الوقت رحمه الله يعني وفي نفس الوقت برضو بعديه استلمني الدكتور عمرو ابو المجد دي كانت نقطه تحول في سن 18 19 سنه ودي غريبه جدا والناس يمكن ما تعرفهاش ليه كانت نقطه تحول نقطه تحول ان كان مستر ديكوتي كان بيراقبني مراقبه شديده جدا ومتابعني متابعه وانا مش عارف وفي نفس الوقت انا الحمد لله من ساعه ما دخلت النادي الاهلي انا كنت لعيب اساسي على طول وحجزت مكاني وكنت بلعب على طول اساسي وفي نفس الوقت كنت من الناس المؤثرين جدا يعني انا من النوعيات اللي هي اطلع من المباراه افضل لاعب تملي سواء في الناشئين او في الدرجه الاولى وفي نفس الوقت المستر ديكوتي ادى تعليمات للدكتور عمرو ابو المجد كان عندنا مباراه مصنع 36 اللي هو في حلوان وكان وقتها كان في بقى اينو وابو الذهب و والمجموعه بتاعتنا اللي جت لنا النادي الاهلي برضو فيهم كانوا ناس مميزين جدا واحنا رايحين كانت مجموعتنا طبعا من الكباتن الافاضل الجيل بتاعنا كان كابتن حسام البدري كابتن جمال الجندي كابتن جمال جوده كابتن كردي رحمه الله كابتن عادل عبد المنعم رحمه الله اشرف صبحي علاء حسن مجدي درويش طب خلينا يعني نسمع كابتن مجدي درويش وهو معانا على الهاتف نسمع رايه وذكرياته عن المرحله دي وزمالته ورايه كمان على مستوى الانساني ومستوى الفني في الكابتن عادل محمود كابتن مجدي درويش لاعب النادي الاهلي السابق مساء الخير اهلا وسهلا مساء الخير كل سنه طيبين اهلا بحضرتك كل سنه وحضرتك طيب ايه الذكريات اللي ما بتنساهاش ابدا عن فتره قضيتها في النادي الاهلي كلاعب وزمالتك وعلاقتك على المستوى الانساني كمان بالكابتن عادل محمود والله الكابتن عادل محمود طبعا انا دخلت النادي الاهلي 77 كان موجود معانا وكان بيلعب وينج رايت في المكان بتاعي وبعدين كانت ايام جميله طبعا كان معانا جيل ما شاء الله جيل هايل طبعا للاسف كان الجيل اللي قدامنا جيل قوي جيل الكابتن الخطيب ومصطفى عبده كابتن صفوت عبد الحليم وكابتن طارق الشيخ كابتن مختار مختار ف
فكانت الامور انك لازم تبذل مجهود جامد جدا عشان تقدر تلاحق الناس دي. اكيد طبعا احنا الجيل اللي جاي وراه، بس كنا بيننا وبينهم حوالي 4-5. كابتن عادل محمود طبعا مع الوقت، كابتن عمرو ابو المجد اقنعوا ان كان يلعب بدل وينج رايت يخليه باك شمال. وبعدين كنا بقى طبعا نتقابل مع بعض كتير الصبح، كنا بنروح نادي الاهلي الساعه 11 صباحا نتقابل مع بعض، وكانت ايام جميله جدا في الكوره وبره الكوره. وبعدين دخلنا صعدنا معظمنا للفريق الاول ايام مستر هدي، والمنافسه كانت صعبه جدا في الوقت ده عشان تلاقي لنفسك مكان وسط مجموعه النجوم اللي موجوده في الجيل ده يا كابتن مجدي. صعبه جدا العمليه، صعبه جدا يعني. انت بتبص قدامك واحد بيلعب لسه قدامه 5 سنين مع بال ما يبطل، وانت طالع عاوز لما تثبت وجودك لما هتمشي. وفي ناس كتير مشيت، مش مشيت انها وحشه، مشيت ان المكان قدامهم صعب. الله يرحمه الكابتن جمال الجندي، كابتن جمال جوده مشي، كابتن الله يرحمه الكابتن عبد المنعم مشي، بدر حامد، معظم اللعيبه دي كلها وروحت لعبت في اماكن ثانيه. طبعا احنا الايام دي كنا، كانت طبعا ما كناش بنمشي من النادي، يعني نروح الصبح الساعه 11 بنمشي على المغرب، نطلع تاني من الصبح كلنا، كل واحد كان قدامه مهمه لازم يتعب فيها عشان. كابتن مروان كنفاني كان بيقول، وهو من جيل طبعا اكبر واكثر خبره، بيقول احنا في اجيالنا كان حياتنا كلها النادي الاهلي، كنا خلاص يعني كل شيء مرتبط بالنادي في الوقت ده. لا صح احنا كنا بنوصل بنيجي النادي الساعه 11 الصبح، وتفضل قاعد في الجنينه اللي هي في بتاعه النادي الاهلي، كلنا قاعدين خمسات ستات، كل سته مع بعض على ترابيزه قاعدين لحد يجي معاد التدريب. في ناس كانت تطلع لو تعبانه بتخش الاستراحه تريح، في ناس تفضل قاعده قد ميعاد التمرين الساعه 2:30، كله يروح يجهز نفسه ونزل التمرين. طيب لو سالتك عن الفتره دي يا كابتن مجدي، قلت لك ايه المواصفات اللي فاكر انها كانت بتميز اللاعب عادل محمود، تقول ايه؟ عادل محمود كان سريع، وبعدين ما كانش بيترقص بسهوله، يعني عشان ترقصه بسهوله مش سهل، وبعدين عشان تلعب وتعدي منه لازم واحد سريع تاني زيه، وما شاء الله كان دماغه كويسه في الكوره يعني، ومتعاون معاك يعني في الملعب. بص نبص لبعض بصوره كده نعرف احنا عاوزين ايه. هو كان قليل الكلام جدا، ما كانش يتكلم كتير، كان بنبص لبعض كده نعرف احنا عاوزين خلال الماتشات نفسها ما بيتكلمش مع زمايله، هو مركز متفاهمين بس ما بيتكلمش في الملعب خلال المباراه. بالعين انا بتكلم في الملعب. الملعب واحنا بنلعب ما كانش واحد يتكلم كتير، لا هو انطباعه انه هادي جدا، وبعدين يبص هو لا انا لعبت قدامه كتير يعني، انا كنت وينج رايت وهو باك يمين، يعرف انك يعرف انا اعرف هو عاوز ايه. وان شاء الله عادل من الناس الخلوقه والحبوبه اللي يتحبوا يعني، يتحبوا يعني. شوف احنا بقالنا كام سنه نتقابل مع بعض وبنشوف بعض لحد النهارده، ونتصل ببعض في المناسبات، ما بننساش بعض في مجموعه كده مع بعض، احنا مش ممكن نسيب بعض. احنا هنعرض صوره على الشاشه دلوقتي، عايزينك تفتكرها ويفتكرها معانا الكابتن عادل محمود كمان يا كابتن مجدي. صوره للفريق في الوقت ده، وكنت معانا في الصوره دي، وهنسمع طبعا تعليق الكابتن عادل محمود على الكلام الجميل اللي قلته عن المرحله دي، وعن كمان قناعاتك بيك كلاعب وامكانيات. الصوره قدامنا على الشاشه كابتن عادل، والكابتن مجدي شايف فاكر الصوره دي يا كابتن مجدي؟ احمد ماهر رحمه الله برضو من الشخصيات الجميلة المؤثرة جدا طبعا في مكاننا، بس هو دربنا في 21 سنة، وأنا الحمد لله يعني كنت في الصورة دي، كنت كابتن فريق الأهلي وحتى في مباراة الزمالك، ودي صورة بتجمعنا في كابتن مجدي درويش، كابتن ربيع ياسين، كابتن ماهر عبد الغفار، كابتن بدر حامد، كابتن زكريا ناصف، كابتن أشرف صبحي، كابتن سامي حكيم، وكابتن علاء حسن، وكابتن سيد اللي هو مدلك طبعا سيد عبد الجليل، وكان كابتن احمد شوبير، كابتن طارق عبد الحميد، وكان قبليه في جيل تاني، كابتن جمال الجندي، جمال جوده، حسام البدري، المجموعه اللي اشار لها كابتن مجدي. بالظبط. عموما احنا نرجع نكمل كلامنا عن الماتش ده، التجمع ده للاعبين قبل، ده كان في استاد القاهره، سنه كام، والمباراه دي فاكرها انتهت بايه، نتيجتها كانت ايه، وشكل اداء الفريق في الملعب. احنا طبعا مش بالتاكيد ما نعرفش اذا كان كابتن مجدي وهو معانا على الهاتف كان قدام الشاشه بيتابع البرنامج دلوقتي، ولا في مكان بعيد عن شاشه قناه الاهلي ومش متابع معانا الصوره، فبنشكره في النهايه على مشاركته معانا في الحوار. بشكرك جدا لمشاركتك معانا كابتن مجدي.
كابتن مجدي درويش لاعب النادي الاهلي السابق، شكرا جزيلا لك. ربما احنا خلاص فقدنا الاتصال مع الكابتن مجدي. ومره ثانيه برجع لضيفي، اولا تعليقك على الكلام اللي قاله عنك على المستوى الانساني وعلى مستوى الصداقه والزماله وعلى قدراتك كمان كلاعب يا كابتن عادل. هو شخصيه الكابتن مجدي درويش شخصيه جميله وهو حبوبه، وهو جالنا هو بيحب المناطق اللي هو طبعا جاي منها في منطقه ابو زعبل، ودي منطقه غنيه باللعيبه، وكان معاه كابتن هشام غالي كمان كان معانا في نفس الجيل، وكابتن محسن حسن برضه في نفس الجيل برضه لعب معانا، فالثلاثه جونا النادي الاهلي واحنا موجودين في النادي الاهلي، وكانوا من اللعيبه المؤثرين جدا ولعبوا منتخبات على فكره اللي هم الناشئين معانا. وفي نفس الوقت كابتن مجدي كان ليه ستايل جميل قوي كنا مسمينه ريشه، يعني هو سريع جدا وخفيف ولعب للاهلي والمقاولين، وفي نفس الوقت احنا عشنا بعض طبعا في الناشئين وفي الدرجه الاولى كمان، لان انا تقريبا كنت اول واحد طلعت الدرجه الاولى اللي هي سنه 79 تقريبا، وكنت لسه انا بدرس في الثانويه الرياضيه، واختارني مستر ايديكوتي زي ما بقول لحضرتك في التوقيت دوت بطريقه غريبه جدا. مجدي يمكن شويه نسي شويه مش لعبت باك رايت، لا ده انا كنت زي ما هو قال وينج رايت، وبعدين واحنا رايحين المباراه اللي هي مصنع 36 في حلوان، فجينا الدكتور عمرو ابو المجد بيقول التشكيل وقال اللي قلت لنا قبل ما نبدا في اتصال الكابتن مجدي انك هتنقطه تحول بالظبط كده، فلقيته بيتكلم بيقول التشكيل تقريبا كان الكابتن عادل عبد المنعم حارس مرمى وعادل محمود باك رايت، فكل الناس بصت حواليها بما فيهم انا، هل في عادل محمود تاني غيري؟ ما قاليش ولا لعبت تقسيمه باك رايت ولا في أول تلمحات قبل المباراة دي. ولا في تلمحات ولا لعبت في تقسيمه ولا قبل المباراه ولا 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 في اي وقت. فانا فوجئت فبصيت له كده قال لي انا هقول لك ليه. فكمل المحاضره بتاعته، وبعد ما خلصنا المحاضره خدني بره الاوضه وقال لي بص انت من بكره في الفريق الاول. قلت له مش فاهم. قال لي انت النهارده مستر هيديكوتي كلمني وقال لي خلي عادل يلعب باك رايت، لان في كابتن احمد عبد الباقي تقريبا في هو خد قرار كان في اصابه تقريبا، وبعد كده خد قرار ان هو يعتزل، وهو اختارك الراجل دوت بقاله 3 4 سنين بيراقبك واختارك تلعب باك رايت رغم ان انا وينج رايت، رغم ان انا اللي بلعب وبكسبه على طول. فقلت له بس يا كابتن، قال لي ولا كلمه، انت قادر عليها وامكانياتك تسمح، وانت هتروح ده الدرجه الاولى عايز ايه؟ فهترفض؟ قلت له لا مستحيل هرفض. خبر بالنسبه لك في تناقض، يعني مبسوط انك هتروح للفريق الاول وقلقان من تغيير مركزك بالظبط كده، وحتى انت في علم التدريب مستحيل انك انت تجيب لاعب مهاجم وتقول له العب باك رايت، يعني عمليه صعبه جدا. طب كلمني عن المباراه دي، المباراه عايز تأهيل اللي كنت تلعبوها قبل اول مباراه لك مع الفريق بالظبط كده. فالمهم دخلنا الملعب وسخنا وابتدت المباراه، وكان هو فرقه كويسه جدا عشان تبقى عارف، وكان ملعب واسع جدا تعبني جدا، لان الكره كل ما تروح بعيد كانت كره واحده اروح اجيبها عشان العب الاوت، فكانت يوم يعني زياده في اللياقه البدنيه. فانا لعبت المباراه دي، والمباراه دي الوحيده اللي احنا اتغلبناها 1-0 في مشواري كله في فرق الناشئين، المباراه الوحيده اللي احنا اتغلبناها 1-0 هي المباراه دي، لان هم كانوا فرقه كويسه قوي. وفي اليوم دوت احنا ضيعنا فرص كتير جدا للفرقه، وفي بعض اللعيبه ضيعت فرص غير طبيعيه رغم ان هم من الهدافين، وانا نفسي ضيعت جونين يوميها بس كان الكورتين جم في العرض، فبالتالي وصنعت لهم فرص كتير جدا. الجهاز الفني قال لك ان ادائك كان انا بعد المباراه الدكتور عمرو طلع طبعا حزين جدا لهزيمتنا، وخدنا ورجعنا النادي الاهلي وفي قلب اوضه اللبس دخلنا واجتمع باللعيبه، مش عايز اقول لك يعني اول مره اشوف الدكتور عمرو ساير بالصوره دي، وقال كلام عمره ما قاله، وقال لهم بقى بالله عليكم الراجل الوحيد اللي هو بيلعب وينج رايت وبيلعب مهاجم اللي انا لعبته باك رايت النهارده لاول مره في حياته ويطلع احسن لاعب في الفريقين، وانتوا كلكم اسوأ ما يوم شفتكم فيه. فدي كانت شهاده الدكتور عمرو يوميها، مع ان المباراه انتهت بهزيمته بس هو شايفينك اديت اللي عليك بالظبط كده وكانت المعلومه اللي واصله لي خلاص، يعني انت وفقت ما وفقتش في المباراه دي انت في الفريق الاول بكره مش عايزك تنزل تاني. وفعلا انا من يوميها طلعت الفريق الاول اول مباراه في السن الصغير. اتكلمنا عن اول مباراه مع الفريق الاول، اديت المباراه دي ازاي واحساسك بقى انك هتلعب مع الفيرست تيم؟ اول مباراه كانت مباراه اعتزال كابتن احمد عبد الباقي، وهو من الشخصيات الجميله جدا والمحترمه جدا، ومن الظهير الايمن القوي جدا اللي كان جه من النادي الاهلي من المنيا، وكان شخصيه جميله جدا وشخصيه محترمه، واحتضني يوميها كويس وكان بيدينا نصايح كتير، وهو كان مثلي الاعلى بيني وبينك،
وفي نفس الوقت انا حتى لسه كنا بنتكلم مع بعض من يومين يعني، وامبارح كنا بنتكلم مع بعض بنتواصل على طول. فبالتالي كان مثلك الاعلى، وكنت اتمنى ان هو يستمر على طول، لان هو كان بكره كويس قوي ومنتخب مصر، وكان ليه شنه ورنه يعني وقتها هو كابتن محمد صلاح في التوقيت دوت، لاعب نادي الزمالك من الناس اللي كانوا مؤثرين جدا برضو. وفي نفس الوقت اختاروني ان انا العب مباراه الاعتزال، اول ما الكابتن احمد عبد الباقي هيخرج هيسلمني التيشيرت بتاعه رقم 2، وكانت ضد منتخب مصر. يعني انا لعبت ضد منتخب مصر وانا صغير كمان، وكان بيلعب عليا الكابتن حسن شحاته، كابتن وحيد كامل، كابتن صلاح زكي اعتقد من نادي البلاستيك، كباتن كبار، وكابتن فاروق جعفر. كان يوم غير طبيعي في ملعب النادي الاهلي في الجزيره. فتخيل انت طفل صغير او عملت ايه في المباراه دي؟ المباراه دي انا ما كانش عندي رهبه خالص في الملعب لادائك ايه في الملعب. الحمد لله انا من النوعيه اللي ما يعني انا عندي قدرات الثقه بالنفس دي كويسه قوي، هم ما تتهزش كلاعب. كانوا كانوا بيحسدوني عليها جدا، وحتى المدربين وحتى كل الناس الجهاز الفني الصغير. دي صوره تانية بعد، هي دي الفرقه اللي هي اللي احنا روحنا لعبنا بيها الدكتور عمرو ابو المجد، وجنبه الكابتن مجدي درويش، اللي هي اول مباراه تلعبها كباك رايت. هي دي الصوره، الفرقه دي اللي انا خرجت منها للفريق الاول، هو المجموعه المحترمه دي من اللعيبه الفريق بس، ولا دي لقطه خاصه بيوم المباراه دي، ولا ده الفريق اللي كان بيلعب؟ اعتقد ممكن يكون الصوره دي هي اللي كانت في ملعب يمكن هناك ال 36، بس هي الفرقه دي، هي الفرقه دي حتى فيها لعيبه ما كانتش في المجموعه الثانيه، فيها محمد يونس، فيها شوبير تقريبا، فيها محمود جابر ابو عمر جابر كان بيلعب معانا في الناشئين، كان سيرد باك، وفيها لاعب اسمه محيي، فيها حمد الحديدي، في بدر حامد اللي راح الزمالك بعد كده، اشرف صبحي عايش في امريكا، حسام البدري، كابتن حسام البدري، كابتن علاء حسن، كابتن خالد الجندي كان وينج رايت برضو، كنا المنافسه بينا. فبالتالي انا في الحمد لله كان تملي ادائي في الملعب ثابت جدا، وكنت يمكن الحته اللي هو برضو السرعه، زائد ان تملي كان بيتكلموا عليا ان انا عندي مخ كروي مميز جدا، اقرا اللعبه بدري جدا في نفس الوقت. يعني كانوا بيقولوا لاعب ذكي ببساطه، يعني ده بيفرق جدا في الملعب. انا من النوعيه اللي انا من النوعيه اللي يعني هم قالوا لي انت من النوعيه اللي دي مباراه الاهلي والزمالك، انا كنت كابتن الفريق فيها برضو، ودي كنا لعبناها في استاد القاهره، كنا قبل مباراه الاهلي والزمالك على فكره فرق الناشئين بنلعب في استاد القاهره، ودي فيها كابتن احمد شوبير، وفيها مجموعه ثانيه من برضو نفس اللعيبه نفس الجيل. دي كانت 21 سنه، دي الدوري اللي احنا خدناه في 80 81، انا على الشمال جنب ربيع ياسين وجبت كابتن حمدي جمعه. اول بطوله الدوري بالنسبه لك؟ اول بطوله الدوري خدتها 80 81، وشاركت في بطوله افريقيا كمان، وكابتن مصطفى يونس وكابتن مار امام، واللي ورانا كمان 82، واللي ورانا كابتن كالوتشاي المجري اللي هو بعد مستر هيديكوتي. دي برضو انا شاركت في اول بطوله فيها، في مباراه الاشغال الصومالي كان في الصومال، وفي مباراه ثانيه في تنزانيا. استكمالا للكلام ان احنا لما خرجت بعد المباراه، بعد مباراه اللي هي الاعتزال، في اعتزال كل اللعيبه اللي لعبت قدامي ما تعرفنيش، وكلهم عارف منتخب وبيلعب، والكابتن حسن شحاته ايام عزه، فاسلوبك مفاجئ بالنسبه لهم، فهم مفاجاه. حتى اللي لعبوا عليا كابتن وحيد كامل لما جه قال لي انت مين؟ كل واحد يقول لي انت مين في قلب الملعب، اقول له انا فلان الفلاني. دي كاس افريقيا اللي خدناه، انا خدت على فكره كاسين مع الاهلي ومع الترسانه 86، ودي الكابتن عوضين اللي دي انا كنت بلعب مع الاهلي 82، ودي كابتن عوضين رحمه الله، وكانت مجموعه قويه جدا الكابتن جمال الجندي رحمه الله عليه، وكانت دي كنت انا فيها اونج رايت، ودي انا كنت مدرب ابو تريكه بقى في ال 20 سنه في الترسانه، انا مسكته وانا اتخذته من 17 سنه وطلعته معايا ل 20 سنه والدرجه الاولى. دي مباراه الاهلي والزمالك في استاد القاهره، دي برده من المباريات اللي هي تقريبا في 19 سنه، وكنا بنكسب على طول كل مباريات الاهلي والزمالك الحمد لله والبطولات. المباراه الوحيده اللي انا ما لعبتهاش اهلي وزمالك في 19 سنه الدور الثاني في استاد السكه، الاهلي خسر عشان تبقى عارف. فعمري ما خسرت مباراه اهلي وزمالك الحمد لله. فبالتالي عمرك ما خسرت مباراه رسميه كنت فيها عمري في الملعب؟ لا في الصغيرين ولا الكبار عمري، والحمد لله ولا بطوله عدت مننا سواء في الناشئين، انا خدت كل البطولات الحمد لله، وفي الدرجه الاولى برضو نفس الموضوع، وحصلنا مع كاس افريقيا او دوري ابطال افريقيا طبعا، اول بطوله اللي كانت صعبه جدا اللي هي بتاع كوتوكو اشانتي. فكل الكلام ده كله الحمد لله مشواري في النادي الاهلي كان كويس جدا وناجح. طيب أنا ولكن تخمه اللعيبه بقى، لان في حاجات كتير قوي عايزين نسمع رايك فيها، فهننتقل بينها بسرعه قوي النقاط اللي جايه.
مدربين تأثيرهم على الكابتن عادل محمود سريعا، الحاجات اللي فاكرها مرتبطة بأسلوب كل مدير فني تولى تدريبك أو الإشراف عليك وأنت لاعب مع الفريق الأول في الأهلي، هيدي كوتي إيه اللي كان بيقول؟ هيدي كوتي أنا تطبعت بيه كمدرب كمان، الوحيد اللي جه مصر الراجل ده فعلا نوعية محترفة من المدربين لا شفتها قبل كده ولا شفتها لغاية هذه اللحظة. المدرب الوحيد اللي هو كان بيجي الساعة 7 الصبح يتابع كل فرق الناشئين، انت عارف في الوقت ده يا كابتن ان كان في عندنا بس الملعب اللي هو الفرعي والملعب اللي هو الرئيسي بتاع الاستاد التتش، ما كانش عندنا فرع تاني للنادي الاهلي، فبالتالي كل فرق الناشئين بتتمرن على نفس الملعب الفرعي اللي هو موجود اللي هو اصبح حديقه دلوقتي. فالملعب الفرعي دوت تخيل من الساعه 7 الصبح كل فرق الناشئين لغايه اخر النهار بيتمرنوا عليه. ده اهلاك رهيب للملعب. بالظبط كده وكنا في بس بنلعب المباريات بتاعتنا على ملعب الاستاد التتش بس. فبالتالي كان الراجل ده عشان يعرف مميزاته جدا، ودي رساله انا بتمنى كل مدرب في مصر ان هو يقوم بيها، وخاصه اللي هو المدير الفني للفريق الاول او مدير قطاع الناشئين، انك انت لازم تتابع كل ولد صغير وطفل صغير من اللي عنده 4 سنين لغايه الناشئين كلهم، لانك انت لازم انت الوحيد اللي عندك النظره الفنيه والمسؤوليه انك تقيم كل واحد صح زي ما هو قيمني مستر هيدكوتي وانا صغير، هو اللي اختبرني هو اللي اختارني مع المدربين الافاضل الكابتن سايس والكابتن طه، وفي نفس الوقت هو تابعني لغايه ما اختارني، يعني كان عنده ثقه كامله انه كل يوم كان بيجي الساعه 7 الصبح وبيقعد في الشمس وبيتفرج علينا وبيتابعنا ويدينا النصايح ويبدا يشوف مين اللي هيكون بديل جاهز لانضمام الفريق الاول. بالظبط كده مين اللي هيعمل بيه عمليه احلال وتجديد، وكان بيكلم المدربين بتوعنا ان اهتموا بفلان في الحتت دي، يعني اعملوا له الحتت دي، زودوا له البرنامج دوت. فكل الكلام ده كله كان هو بيساعدك من بعيد لبعيد بتنفيذ البرنامج بتاعه. يعني ممكن نقول ان مستر هيديكوتي جهزك بشكل افضل طبعًا. حتى قبل ما يتولى تدريب طبعا طبعا. فانا بقول لحضرتك ده من الساعه 7 الصبح بيمشي الساعه 8 بالليل بيمشي. انا نفس الموضوع عاشرته وانا صغير وعاشرته وانا كبير في الفريق الاول، يعني كان بيمشي الساعه 8 بالليل او 9 بالليل. ده نوعيه غريبه جدا من المدربين اللي الاجانب اللي جم مصر، وهو اللي ادخل طرق اللعب كلها في مصر 4 4 2 و 4 3 3 والزون ديفنس والحاجات دي كلها. عمل تطوير كان مستر هيدكوتي كان معاه جيل ذهبي طبعا، الجيل الكابتن خطيب انا طلعت فيه طبعا، والكابتن مصطفى عبده والكابتن مصطفى يونس والكابتن احمد عبد الباقي والكابتن مار همام والكابتن حسن حمدي، انا لحقت الكابتن حسن حمدي كمان في اول سنه طلعت فيها، كابتن فتحي مبروك. تخيل انت تخمه المدافعين دول كلهم، وجي بعدين الكابتن حسام البدري وكابتن مدحت رمضان، التخمه دي في الخط الديفنس تخيل اللي انا بقوله لك ده انا طلعت وانا صغير فيه. فلازم اكون مميز جدا ان انا احط رجلي والعب، عشان تبقى عارف دي عمليه صعبه جدا طبعا. وفي نفس الوقت الاجيال بقى اللي في نص الملعب، مش عايز اقول لك عد بقى كابتن جمال عبد العظيم وكابتن محسن صالح الكابتن صفوت عبد الحليم، في جان طلع معانا برضو بعديها كابتن خالد جد الله، كابتن مجد عبد الغني طلع بعدينا في ال 21 سنه، كابتن مختار لما جانا من اسكو برضو كان في هاف في نص الملعب. الهجوم بقى حدث ولا حرج، كابتن مصطفى عبده وكابتن محمود الخطيب وكابتن جمال الجندي، وكان في جمال جوده طلع برضه في الدرجه الاولى، وكابتن مجدي درويش وكابتن زكريا ناصف وكباتن كتير جدا مش عايز انسى اسم، لكن فعلا الجيل ده كان غني بالنجوم. الدرجه الاولى فيها 40 لعيب كابتن محمد، الدرجه الاولى في الوقت دوت ما كانش فيه ليميت تقريبا للقيد. طب هنرجع نكمل كلامنا يا كابتن عادل، وهنسالك كمان عن رايك وتاثير او بصمات كالوتشاي عليك كلاعب كرة، لكن هيشارك معنا على الهاتف من اللاعبين اللي شاركوا في مراحل سابقة كناشئ في النادي الأهلي، وإن كان لم يستبق لكن كان من زملاء الدراسة للكابتن عادل محمود، الكابتن محسن نوح. مساء الخير يا كابتن محسن. حبيبي مساء الخير وحضرتك طيب، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. كل قناة النادي الأهلي بخير وبصحة، وكل العاملين فيها والمجهود الكبير الجميل اللي أنتم بتبذلوه، تحياتي الزميلي بقى للدفعة كابتن عادل محمود.
كابتن عادل معانا وطبعا سامع كلامك الجميل ده، واحنا سعداء باشادتك بالمجهود المبذول من فريق العمل ومن زملائنا في القناه، ودايما طبعا الجمهور او المشاهد هو المرايه اللي بنشوف فيها نتائج ومردود اي جهد مبذول، وان شاء الله نبقى دايما على قدر تطلعات حضرتك وكل مشاهدينا ان شاء الله يا كابتن محسن. كلمنا عن زميل الدراسه واللاعب عندما تابعته وهو من اللاعبين اللي استمروا ونجحوا في التالق كمان مع جيل غني جدا بالمواهب في الفريق الاول، رايك في عادل محمود اللاعب وعلى المستوى الاجتماعي والانساني كمان. وانا اسمح لي امسي عليه مساء الخير يا كابتن عادل، ازيك يا حبيبي كل سنه طيب. وانت طيب يا كابتن محسن، نجمنا يا كبير، شخصيه محترمه، وكل عام وانت بخير ودايما بصحه وسعاده ان شاء الله. وانت يا حبيبي عيب عليك سعيد يا حبيبي وعلى كل اللي بتحبهم. طبعا عادل محمود اسم كبير ونجم يا استاذ محمد، عنده نوع من الاصرار والعطاء كبير جدا، بدليل انه قدر انه يحط اسمه ويحط رجله في المستطيل الاخضر في النادي الاهلي الكبير في جيل يعني لم تشهد كرة القدم، جيل يعني اكثر نجومية واكثر شهرة واكثر اداء من الجيل اللي كان فيه كابتن عادل محمود. بعدين كابتن عادل محمود كمان كنا في السنوات الرياضية محمد، لو يعني نرجع شويه بالتاريخ، كان المدرسه هي منتخب مصر، كنا بنمثل مصر في الدوره المدرسيه العربيه، وكان نجوم اهلي وزمالك واسماعيلي واسكندريه كتير جدا نجوم، الجيل اللي بقى مجموعه من احسن اللاعبين في تاريخ الكره المصريه بعد كده. اه كابتن، يعني انا وبعدين عايز اقول لكم حاجه جميله عندكم انتوا في القناه الحقيقه محترمه محمد، ان نوع من الحياديه، يعني انتوا مش عشان بتمثلوا النادي الاهلي وقرارات النادي الاهلي، لا انتوا عندكم نوع من الحياديه والشفافيه لكل الانديه اللي بتقابل النادي الاهلي او الانديه اللي موجوده عندنا في خريطه الكره المصريه. كان الجيل بتاعنا في السنوات الرياضيه طبعا الجيل الكبير بقى اللي احنا كنا في سنه اولى مثلا هم سنه ثالثه، كابتن خطيب، كابتن فاروق جعفر، كابتن خرباجة، يعني انا كابتن مصطفى عبده، كابتن اكرامي، انا مش عايز اقول اسماء يعني عشان ما ننساش، كابتن محسن صالح، يعني اسماء، وكابتن عادل محمود وكابتن ابراهيم يوسف، واحنا الجيل اللي بعديهم كنا الحقيقه جيل بنتمرن في المدرسه في السنوات الرياضيه اللي انا بناشد وزير الشباب والرياضه ووزير التربيه والتعليم، اذا كنتم تريدون رياضه مصريه على اعلى مستوى يجب ان تعاد مثل هذه المدارس السنوات الرياضيه بالتحديد، لانها لم تكن في كره القدم فقط، لكن مثلا في الكره الطايره هتلاقي كابتن الشكشاكي نجم مصر، كابتن وجيه حمدي النادي الاهلي، الباسكت كابتن طارق سليم، وعصام عبد الحميد نادي الزمالك، السباحه ابراهيم فايز الله اشرف منصور، يعني كانت بتقدم نجوم لكل اللعبات والرياضات المختلفه. هل تتخيل السنوات الرياضيه كنا 300 واحد منتخبات مصر في كل العاب حتى الدرجات، كان كابتن مصر في الدرجات محمد عاشور، العاب القوة مجدي عبد المولى، برهومة بطل مصر 400 متر حواجز، ابن النادي الاهلي وبطل مصر في العاب القوة وبطل افريقيا، كابتن ذوالفقار مطرقة بطل افريقيا النادي الاهلي، يعني بص الجواهر كانت موجودة في كل الالعاب الرياضية، بالاضافه بقى ان احنا كنا بنتعلم السلوك، ان الكبير بيتقال له يا كابتن، الكبير كبير. ما كانتش الامور متعلقه بتعليم فقط او برياضه فقط، كانت تربيه وتعليم وسلوكيات، كانت بتبني شخصيه الشاب في اهم مرحله في عمره. تمام يا استاذ، جميل وكلامك مظبوط وبدقه، ان انت بتكون جيل على المستوى الثقافي الاجتماعي صحيح. السلوكي بالاضافه الى الرياضه. نتمنى دعوه حضرتك دي تلقى استجابه. اتفضل يا كابتن محسن، احنا سامعينك، اتفضل. مقاطعتك، لكن احنا كنا بنكسب الجزائر في الجزائر، بنلعب يعني مع المغرب مع تونس، اي فرقه بالنسبه لنا، رحنا المانيا لعبنا في دارمشتاد كفريق مدرسه، وكان كابتن الفرقه فاروق جعفر حقيقه
يعني بص انا مش عايز اقول اسماء كتير عشان 100% حمزه. احنا سعداء بمشاركتك معانا كابتن محسن نوح من ناشئي النادي الاهلي سابقا وزميل دراسة الكابتن عادل محمود، بشكرك على كلامك الجميل عن القناة وعن جهد زملائنا فريق العمل، وان شاء الله الافضل قادم في المرحلة اللي جاية، وبشكرك كمان على تركيزك على بعض الامور اللي فيها البعد التربوي والثقافي وتشكيل شخصية الشاب ونجم الرياضة مش بس كرة القدم، كل الرياضات بالشكل اللي يستمر معاه سلوكيا وخلقيا في حياته كلها. ونتمنى ان دعوتك تلقى استجابه من المسؤولين، ان كل التجارب اللي كانت بالفعل مميزه وناجحه يتم احيائها حتى بالشكل اللي يواكب التطور الموجود في هذه المرحله، وده يبقى دور مكمل وايضا في تنسيق مع ادوار المؤسسات الرياضيه الرائده والكبرى في مصر وفي العالم العربي ومنها طبعا النادي الاهلي المصري. تعليق اخير على امر اخر، احنا طبعا بشكرك كمان على تركيزك على فكرة ان اللغة في قناة الاهلي لغة محترمة تراعي وتحترم الجميع. احنا بالتأكيد مش محايدين، احنا بالتأكيد منتمين شكلا وموضوعا قلبا وقالبا للنادي الاهلي، وان كان في اتفاق بين مجلس ادارة النادي والمسؤولين والادارة في القناة وزملائنا فريق العمل على يعني قواعد لا يمكن الخروج عنها وعلى التزام الأسس المطلوبة دايما في الأداء الإعلامي واللغة اللائقة، حتى لو اختلفنا مع الآخرين اتفقنا أو اختلفنا أننا دائما بنحترم الجميع مع التأكيد على انتمائنا الكامل بنسبة 1000000% للنادي الأهلي، لكن مع الحفاظ على معايير العمل الإعلامي واحترام كل الآخرين سواء كنا متفقين أو مختلفين. بشكرك على الملاحظة دي كمان يا كابتن محسن. تعليقك على الكلام الجميل اللي قاله كابتن عادل. كابتن محسن شخصية من الشخصيات الجميلة جدا وزميل في الإعلام، وهو من الشخصيات المؤثرة، وكان حارس مرمى نادي الشمس وكان في النادي الأهلي، وهو تحس انك انت بتتكلم مع اخ وصديق وشخصية محترمة جدا وشخصية تتميز بالأداء والسلوك والمهنية في شغله، وتملي عنده طموحات إعلامية كويسة قوي، وانا بتمنى له الخير وبتمنى طبعا لكل زمايلنا في الاعلام الخير، حتى الكابتن هشام ورشاد، حتى طبعا زمايلنا في قناه النيل للرياضه، زمايلنا طبعا في النادي الاهلي في قناه الاهلي، ان انا الحمد لله يعني اشتغلت معاهم السنه اللي فاتت كمان، وان شاء الله يكون السنه دي يكون في شغل بينا ان شاء الله. انا عرفت كمان خلال كاس العالم 2002 كان في تجربه وزماله في العمل مع زميلي وصديقي العزيز الاستاذ احمد البرجاوي المخرج المتميز، كان بيكلمني عن ان كان لكم تجربه متميزه في تغطيه كاس العالم في فضائيه من الفضائيات الرياضيه المرموقه في هذا الوقت، وايضا انه كان في تجارب تانية. ليه ما استمرتش في الاتجاه ده بعد سلسله خطوات خدتها في مجال العمل؟ لا بالعكس، انا ابتديت في قناه النيل للرياضه 98 اول ما عملوا اختبارات اللي هي القنوات المتخصصه، لقيت الاستاذ حسام فرحات كلمني وقال لي تعال اختبر، احنا عايزين محللين ومعلقين وتملي يعني بننشن على لعيبه الكوره، فدخلنا اختبارات. مش عايز اقول لك بقى يعني اختبارات كانت عامله. هنكمل كلامنا عنها كابتن عادل ومشوارك من اول مرحله في مراحل الاختبار طبعًا في مجال الاعلام الرياضي، بس فاكر المباراه دي مباراه الاهلي وكتوكو 82؟ دي مباراه الاهلي وكتوكو كانت في استاد القاهره، وكان الكابتن خطيب فيها نجم اللقاء وقدم اداء كويس جدا مع طبعا اللعيبه كلها، وكانت دي من اصعب المباريات سواء هنا في مصر او في غانا هناك في كوتوكو، كانت شبه ده جول جميل قوي كابتن محمود الخطيب حطه بوش رجله الخارجي من الاوفر اللي جاله من ناحيه اليمين، واحنا كنا على فكره بنتمتع من مع كابتن محمود الخطيب في التدريب، يعني تخيل انت مش بس في المباريات، لا 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 ده هدي لك اسرار يمكن ناس كتير ما بتذكرهاش او ما تعرفهاش، او لكن فعلا دي حقيقه. احنا ملعب التتش كان من كتر ضغط المباريات عليه كانت الارضيه شبه رمله يعني، فبالتالي الحته اللي هي ناحيه المقصوره الاماميه من ناحيه اليمين كان مستر هيدكوتي او مستر كالوتشاي، كنا بنتمرن مرتين في اليوم. الفتره الاولانيه فتره مضحكه جدا وخاصه مع مستر كالوتشاي، كان بيطلب من الكابتن مصطفى عبده والكابتن خطيب والكابتن صفوت عبد الحليم ان هم يعملوا فرمله في الارض فعشان تعمل فرمله في الارض دي يعني انك انت هتتعور الاثنين او الثلاثه ما بيعرفوش يعني خلاص ما فيش نجيله خلاص، لا ما بيعرفوش يحموا نفسهم لما يتشنكلوا بيقعوا غلط، فبالتالي هو كمان بتطلب منه ان هو هيعمل فرمله ازاي يعني، هو عيني لما كانوا بيتعرضوا للعرقله وبسرعتهم والحاجات دي كلها كان في لعيبه بتقدر تحمي نفسها وفي لعيبه ما بتقدرش،
فكانوا هما من النوعيات اللي هي فعلا ازاي يقع وازاي يتحرك بسرعه بعد الوقوع، كان يقع يتعور. فبالتالي كنا بنضحك يعني ضحك لا تتخيله يعني في الفتره دي بتاعه الصبحيه. كنا بنرفع اوفرات من ناحيه اليمين بعد الظهر، كنا نيجي انا والكابتن حمدي جمعه وكابتن محسن صالح وكابتن مصطفى عبده، نرفع بقى للكابتن خطيب الكور في داخل ال 18. عايز تتفرج وتتمتع بالكابتن محمود داخل ال 18 قصه وحكايه، لما ترفع له الكوره بتقف على صدره، هم اتنين في العالم بيوقفوا الكوره على صدرهم. كان صور كتير للكابتن الخطيب. لا 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 ده استلام الكوره على الصدر للكابتن محمود الخطيب وبليه، الاثنين اللي في العالم ان الكوره بتنام. ما بتعلاش. بتنزل قريبه جدا من الجسم على الارض. يعني انت لما تيجي بتوقف الكوره سواء جامده او عاليه او الكلام ده كله، اي لعيب هتلاقيه بتعلى منه شويه، في ارتداد للكوره، بتنحرف شويه، بيبقى في ارتداد شويه. ده ما شاء الله كان بيموت الكوره، عارف يعني بتنزل زي ما هو عايزها تنزل على يميني ولا على شمالي. كابتن احمد عبد المنعم بالظبط كده. في وقت وهو في الاهلي ومتالق كمهاجم، هو ما لحقش طبعا الكابتن محمود. لا طبعا يعني. ما لحقش الكابتن. الكابتن خطيب كان من المسؤولين في النادي في الوقت ده. بالظبط. فقال جالي في الملعب كابتن خطيب ونزل قال له انا هتمرن معاك شويه النهارده. يعني عايز ايه يعني يشارك معاه في التدريب، وعاجبه الشغل والمجهود اللي الكشري عامله في الفتره دي، فبيرفع معنوياته. فقال بدانا في حد بيعمل الاوفرات في الملعب، والمفروض ان انا استلم. كابتن خطيب عايزني استلم زيه واحط الكوره فيرست تايم على طول في الجون. صعب. لمسة. صعب. الموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي، رغم ان انا فيت وبتمرن ولعيب في الفتره دي في الدرجه الاولى وهداف في البطولات والماتشات اللي بشارك فيها، انا ما كنتش عارف اعمل ده. بالظبط. قال لنا ده قريب. بالظبط كده. فبالتالي كابتن محمود عنده حساسيه عاليه جدا 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 في كل انحاء جسمه، من الصدر للفخذ للرجل تحت الانكر رجله وهو بيحركه حتى في ضربات الجزاء. كل الكلام ده كله كانت مميزات دي للمباراه اللي كانت في كوتوكو في اشانتي كوتوكو. طبعا شاركت في المباراه الاولى اللي كنا شايفينها في استاد القاهره. دي اعتقد كنت احتياطي في الاولانيه. الثانيه اللي هما طبعا الاشغال الصومالي، اول مباراه اللي احنا دي اول عمره على فكره نعملها في 79. احنا رحنا السعوديه وكان طلع معانا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كان كابتن حسن حمدي هو مدير الكوره وكان بيأهله ان هو يبقى مدير الكوره بالنسبه لنا، وسافر معانا. كمان الاصابه خلت كابتن زيزو اعتزل. أيوة بدري. بالظبط. برضه اعتزل بدري، برضه نفس الموضوع. انا عاشرته كلاعب في اول سنه وبعد كده هو اعتزل برضه بدري. كان موهبه استثنائيه جدا. يعني طبعا طبعا طبعا. وفي نفس الوقت رحنا سافرنا مع بعض وعملنا العمره، وجالنا فيها كابتن صالح سليم وكابتن محمود الجوهري لما كان بيساعد مدرب برازيلي هناك في اهلي جده تقريبا، وجالنا على الفندق واستقبلونا هناك. وبعدين عملنا العمره، اول عمره عملها في حياتي الحمد لله، كانت سنه 79 تقريبا. وبعدين سافرنا على الصومال، قابلنا الاشغال الصومالي، وكان في الوقت ده كان معانا مرافق الكابتن محمود عثمان الحكم الدولي رحمه الله. وبالمناسبه الجميله يعني بالنسبه للسفريات دي، يوميها كنا قاعدين في الفندق واحنا تعادلنا هناك على فكره 0-0 تقريبا، ورجعنا كسبناهم 3-0 تقريبا في مصر. فجه انا شاركت في المباراه دي، فجه الكابتن محمود واحنا راجعين اشترى من السعوديه اول فيديو اللي هو 7500 ناشونال، فقال لي بقول لك ايه، انا الفيديو ده عايز انزله مصر. فقلت له يا كابتن ماشي. كنت انا وكابتن مصطفى عبده قاعدين، وبعدين طيب وخلاص رتبنا له بقى ان هو هينزله معانا والحاجات دي كلها. وهو طول السفريه واحنا قاعدين، احنا بنروح قبل السفريه طبعا ب 10 ايام تقريبا عشان نتعود على الجو الصعب اللي هو طبعا رطوبه عاليه جدا وبتبقى اجواء صعبه جدا، خد بالك في افريقيا، عشان نقدر نتعود. كانت مختلفه شويه زمان. طبعا كان الجمهور يحركه عن فندق الاقامه ويعمل صوت ويحتفل عشان اللعيبه ما تنامش كويس. بالظبط كده. الحاجات اللي كانت في الفتره دي مشهوره. بالظبط كده. فبالتالي واحنا في الفندق قاعد كابتن محمود عثمان حتى يوميها حب ان يورينا ان هو اهلاوي كبير عشان ننزل له الفيديو معانا يعني. فالمهم فكان معانا جمال كابتن جمال عبد الحميد وكابتن مجدي امام والمجموعه دي، واحنا قاعدين وكابتن مصطفى عبده، فقال لنا فاكر يا جمال في مباراه الاهلي والبلاستيك، كنت انا بلعب في المباراه دي، فقال له لو فاكر لما انا كانت النتيجه 0-0 وقلت لك يا جمال اقع في ال 18 عشان احسب لك بنالتي، فمش عايز تقع في الاخر، قلت لك خد يا جمال الصفاره وانا هقع وانت صفر. فبالتالي احنا قلنا له خلاص يا كابتن احنا عرفنا انك انت اهلاوي، هندخلك بالفيديو يعني. وفعلا الحمد لله رجعنا ورجع بالفيديو بتاعه اللي هو عايزه. دي من المفارقات الجميله. المفارقات الجميله بقى المستر كالوتشاي
اللي هي يمكن يعرفها اللعيبة ولكن في ناس كتير ما تعرفهاش. قبل ما تسألني السؤال دوت كنا قاعدين على المحيط هناك وكانت معانا اللي هم الملحقية العسكرية بتاعت السفارة تملي كانوا بيعزمونا لأن كانت على الأكل والمعلبات اللي حضرتك عارفها اللي احنا كنا بنسافر بيها وكابتن إكرامي كان بيقوم بالواجب والحاجات دي كلها. كان دايما فرق الكرة المصرية اللي بتسافر قارة أفريقية في الوقت ده معايير الأغذية والبعد الخاص بالصحة فكان بياخد معلبات تاخد يعني وفي نفس الوقت السفارة والسفارة والملحقية الملحق الحربي أو الملحق العسكري اللي هناك كانوا بيقوموا بالواجب وزيادة في استقبالنا. وفي نفس الوقت في اليوم ده احنا خدونا على المحيط وقاعدين فبصينا لقينا مستر كالوتشاي هو كان بيلبس نظاره يعني سميكه شويه فنزل مشي وقف الاول على الشط واحنا شايفينه واحنا قاعدين وبعدين كابتن مصطفى عبده قال لك بقول لك احنا عايزينه يموت كان في الوقت ده عشان عايز يلعب المباراه فقلت له يا كابتن مصطفى الراجل يعني هيموت على كبر يعني ما ينفعش طب سيبه شويه يعني يتهنى وبتاع قال لي يا رب يا رب ارفع المعاد ادعي ففجأة الراجل فضل في مد وجزر في المحيط يعني مختلف تماما عن البحر فضل يتمشى دخل في لو ما خدتش بالك الميه فجأة ممكن تيجي لمسافة 20 متر وتاخد على البحر وترجع وكان عندنا تحذيرات ان في سمك قرش في المحطات فيها سمك قرش عشان تبقى عارف فكانت العملية مش سهلة حتى اللي كان بينزل في تعليمات وتحذيرات كتيرة وبيروح يصطادوا السمك بايديهم والحاجات دي كلها هو لحد دلوقتي واقف الميه ما وصلتش فضل واقف وبعدين فجأة راحت جاية موجة واحدة الأول وبعدين فجأة راحت جاية التانية الجامدة قوي راحت واخداه وراحت داخلة بيه راحت واقعة منه الشنطة بالباسبورات بالحاجات دي كلها بالنضارة فاحنا شفنا المنظر طلع قلت له يا كابتن مصطفى ربنا استجاب للدعوة بتاعتك هتلعب المباراة خلينا لقينا الراجل وقع بقى في المية والمية بتوقعه وبعدين قاعد يدور وهو مش شايف عايز يخرج على الشط مش عارف مش شايف جرينا طبعا وأنقذناه ولحقنا جبنا الشنطة بتاعته والحاجات دي قلت له يا كابتن مصطفى ما تزعيش تاني على الراجل العب المباراة فدي من المواقف الجميلة اللي احنا شفناها زائد طبعا في تقريبا سيمبا وبتاع في تنزانيا برضه سافرنا المباراه الثانيه وكانت طب خلينا قبل ما نكمل حديث الذكريات ده اكيد عندك ذكريات كتير جدا مشوارك مع الاهلي يا كابتن عادل وحابين نعرف كتير عنها لكن مهم كمان في الوقت المتبقي اننا واحنا منذ قليل كنا بنشوف احتفالات ببطوله افريقيا 82 والنتائج الجميله اللي حققتوها قدام انديه قويه جدا برضو في الوقت ده زي اشانتي كوتوكو عايزين ده يفكرنا بمشوار الاهلي او يرجعنا حاليا لمشوار الاهلي في البطوله الافريقيه وعودته للتالق والفوز على اقوى منافس في المجموعه الترجي التونسي ايضا باسمه تاريخه وخبراته على ملعبه بين جماهيره شايف الاهلي ازاي في المشوار الافريقي بالنسبه للمشوار دلوقتي طيب هو انا هقول لحضرتك حاجه انا لعبت قدام الترجي اكتر من مره وخاصه في استاد المنزه اللي هو في تونس هناك وشاركت قدامه ومع الاهلي تقريبا ومع الترسانه كمان لما لعبنا في 86 وخدنا كاس مصر ورحنا لعبنا في الدوري برضو كاس الابطال وكان ايامها بقى كان طارق دياب وخالد يحيى مدرب المنتخب النهارده وعطوقه وشوشان وكانوا فرقه كويسه جدا يعني فبالتالي الترجي التونسي طول عمره من الفرق القويه جدا وتملي في منافسه بين الترجي التونسي ودايما برضو عنده عناصر مميزه جدا جدا وتملي احنا لما كنا بنلعبهم الفرق التونسيه ليها طابع خاص بتميل للناحيه المهاريه اللي احنا بنحبها اقل خشونه شويه من الجزائر ومن المغرب لكن الترجي التونسي والفرقه التونسيه تملي تحس ان هم بيحبونا جدا عشان تبقى عارف في تونس وكل حاجه مصريه هم بيتفرجوا عليها من اغاني لتمثيليات لافلام الحاجات دي احنا لمسناها هناك كتير وجدا هم بيحبونا جدا واحنا بنحبهم جدا وهم شعب لطيف جدا وفي نفس الوقت هم المنافسه بيننا دايما قائمه لكن انا ببارك للنادي الاهلي طبعا فوزه امبارح دي نقطه تحول كبيره جدا ووصوله لدور الثمانيه النادي الاهلي النهارده الفريق انت انا بعتبر هو فريق النادي الاهلي تملي تواصل الاجيال موجود بين لاعبي النادي الاهلي ومدربين النادي الاهلي وفي نفس الوقت انت النهارده الاحتراف فتح مجالات كتير طبعا لو فتحنا الباب هنتكلم فيه كتير لان انا برضو عشت في دبي وكنت رئيس اللجنه الفنيه في مجلس دبي الرياضي وكنت برضو كنت معلق ومحلل في تلفزيون دبي وتلفزيون ابو ظبي وكانت في الاي ار تي بالنسبه لبرجاوي عشان ما ننساهوش انا اللي اخترت في كاس العالم 2002 استاذ علي داوود والشيخ صالح اختاروني ورحت مكان الكابتن اشرف شاكر
واشتغلت في كاس العالم 2002 اللي هو كان في كوريا واليابان مع الفطاح للكبار. يعني هل ما زلت مستمر في العمل في الاعلام طبعا الرياضي طبعا حتى طبعا الآن؟ انا ما زلت لغايه دلوقتي لان انا من 98 ما سبتش العمل الاعلامي. كنت بدات تتكلمنا عن اول تجاربك والاختبارات في التجربه الاختبارات طبعا نجحت الحمد لله في الاختبارات. كنت انا معلق وكالرينج في نفس الوقت. يعني في مباراه كاس العالم لو تفتكروا حضرتك كنا احنا داخلين بشكل جديد الاستاذ حسام فرحات ان هو وكان معانا كابتن اسماعيل يوسف وكابتن ايمن يونس والطيب وعلي محمد علي وخالد لطيف واشرف محمود. المجموعه دي اللي هي نجحت في الاول خالص بعد اختبارات قاسيه. والمجموعه دي تميزت بالظبط جدا واحترفنا كلنا. اختبارات يعني بيختاروا بعنايه في الوقت ده كمان لان المجموعه دي بقى لها يعني صيت ونجحت في مجال واحترفت التعليق والتحليل من ساعتها في الاي ار تي في روما في ايطاليا لما لان كانت الاستوديوهات الاي ار تي في روما في ايطاليا في ابيتزانو. وكان وقتها اللي هو البرج كان ايامها فيه اهتمام في الوسط الشارع المصري بمتابعه الدوري الايطالي تحديدا. المفروض كنت كان ايامها الدوري الايطالي طبعا احنا طبعا بدأنا معاه الاهتمام بالدوريات بالزبط. الاوروبيه وكان المفروض اسافر انا قبليها بكام شهر بس حصلت اللي هي كنت في مع كنت مع النادي الاسماعيلي بذاع له مباراه الاسماعيلي وكايزر شيفز بطل جنوب افريقيا في جنوب افريقيا في جوهانسبرج. وفي اليوم دوت حصلت اللي هي برج التجاره العالمي الفيلم اللي احنا شفناه ما كناش مصدقين ان في طياره تخبط في البرج والحاجات دي كلها. ففي الوقت دوت احنا كنا في جوهانسبرج فكان في اتصالات بيني وبين الاي ار تي قبليها ان انا كانوا طالبيني عشان اعمل بطوله اوروبا والبطولات الكبيره اللي هي كانت الاي ار تي واخداها في الوقت دوت. والاستاذ علي داوود كان اكد عليا والشيخ صالح وقعدوا معايا اكتر من مره وقالوا لي احنا اخترناك بدل كابتن اشرف شاكر وان شاء الله تكون معانا فتحه خير والحاجات دي كلها. لما جت اللي هي الضربه دي اجلت السفر لمده شهر وبعد كده عادوا الاتصال تاني وقالوا لي تعالى بقى ايه نروح على سفاره فرنسا وناخد الشنجل دوت اللي هم كانوا التعليمات اللي فيها. ورحت فعلا خدت التاشيره وسافرت على كاس العالم. عملت مباراتين في كاس العالم في قناه النيل الاول عملت كاس العالم في 98 معلق وكالرنج في 98 وكان معانا الكابتن محمود الخطيب كان في الاستوديو التحليلي وكانت بدايه قويه جدا وكنت الحمد لله يعني مميز جدا فيها. وبالتالي انتقلت بعد كده بقى للاي ار تي لما طلبوني ورحت لهم هناك وكان بقى في عدنان حمد وكان في مدن الرحيمي الدكتور مدن الرحيمي وكان خالد الغول وكان بدر اللي هو المعلق برضو وكان خالد الشوالي وكل دول كانت المجموعه. وكان معايا الكابتن ابراهيم عبد الصالح الوحش رحمه الله طبعا طبعا عشان تبقى عارف برضو كان له فتره قائد كبيره محلل فيها كواحد من اكبر محلل حاجه رهيبه ما شاء الله عليه كان محقق نجاح كبير جدا ونجاحات كبيره جدا وشخصيه جميله جدا. كان مدرس لي في الكليه وهو كان اب فاضل كنا بنستمتع بده مع وكان رئيس النادي الاهلي كمان العالميه ومع كاس الامم الافريقيه بالظبط كده. فكانت مجموعه كبيره جدا هناك انا دخلت عليها. تخيل انت بقى راجل اول انا اول واحد احترفت التعليق والتحليل في بره. انا الموضوعات كلها مهمه وشيقه وانا محدود بوقت للاسف مش مديني المجال ان انا الوقت يعني كنت اتمنى يبقى معانا. المهم انا عملت يعني كاس العالم انا عملت كاس بس العالم بس احنا بنتمنى لك طبعا على مستوى ورحت تلفزيون دبي الاعلام الرياضي التالق على كافه المستويات يا كابتن عادل وان شاء الله نسعد كمان بوجودك معانا في فتره من الفترات في المرحله اللي جايه مع قناه الاهلي باذن الله ونسمع الله. كمان عن خطوات اكثر نجاحا كمان في مشوارك في الاعلام. انا هستاذنك بس هشكر طبعا كل المدربين اللي مروا في حياتي وكان ليهم تاثير كبير جدا طبعا عليا سواء في الاهلي او في الترسانه او في المنتخبات والحاجات دي كلها. وبشكر كل واحد كان ليه بصمه في حياتي وبشكر والدتي الله يرحمها لان هي كانت العامل الاول رحمها الله ان هي تديني الدفعه المعنويه وكانت الوالد كان خايف عليا من الكوره عشان الدراسه ولكن في الاخر هي كانت اللي هي المستمره على طول ان هي توديني التدريبات والحاجات دي كلها. والوالد بعد ما لقاني اطمن الوالد انك هتقدر طبعا طبعا انا كنت ناجح الحمد لله على طول في الدراسه وفي نفس الوقت الوالد لما لقاني طلعت الدرجه الاولى في الفريق الاول والناس كلها رايحه تتكلم معاه لا الموضوع اتغير 180 درجه بقى هو اكتر واحد بيدعمني. مرحوم الكابتن مصطفى حسين كان دايما يحكوا انه الناشئين كان يقول لهم ان انتوا احنا مش بنفكر فيكم في تالقكم او تميزكم على مستوى الكوره بس بالزبط. لازم تبقوا منضبطين في حياتكم طبعا 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 دراسيا طبعا مع اسرتكم ما يجيلناش منكم شكاوى يعني طبعا. لازم تبقوا محافظين على نفسكم في كل حاجه طبعا. انا الحمد لله يعني سواء في الـ في الـ في الكوره في اي نادي سواء في التدريب النهارده انا برضو في مجال التدريب عشان تبقى عارف وسواء في التعليق سواء في التحليل سواء انا سافرت البلاد كتير واحترفت التدريب في السعوديه وخدت بطولات
وفي نفس الوقت انا من النوعيات المدربين الحمد لله ليا نظره فنيه على ايديا، اخترت ابو تريكه وعلي ماهر ومجموعه كبيره وطلعتها الفريق الاول. لاعبين بقوا كمان لاعبين، وفي النادي الاهلي نفس الموضوع، انا برضو شاركت في افتتاح اكاديميه النادي الاهلي، كنت صاحب فكرتها مع كابتن محمود الخطيب وكابتن حسن حمدي في انتخابات 2004. انا دخلتها يعني ما شاء الله كابتن عادل، ده مشوار عايز 10 سنين. انا دخلتها في الوقت، دخلت الانتخابات مستقل في 2004 كمان، فبالتالي فدي كانت اللي هي فكره ان هي انشاء اكاديميه النادي الاهلي، وانا قريب جدا منهم على فكره، وفي مفاجاه كبيره جدا ان شاء الله لو تمت هتبقى حاجه كويسه قوي للنادي الاهلي، نقله ثانيه اوروبيه احنا بنرتب لها لاكاديميه النادي الاهلي. النادي الاداره وكابتن محمود ومجلس الاداره وقعدت واتكلمنا فيها، مهتمين بقطاع الناشئين وباكاديميات واتكلمنا واتكلمنا فيها فعلا، ودارت الرسائل بيننا وبين الدوله اللي احنا بنتكلم عليها دي، كانت هتبقى مفاجاه للناس كلها ان شاء الله لو تمت. وفي نفس الوقت برضو في مفاجاه مش عايز اقولها دلوقتي لقناه النادي الاهلي. طب ما نقول نقولها، نحاول نقول. اتعرض عليا وفعلا انا بفتح الموضوع والحديث اهو للاستاذ للكابتن محمود الخطيب وللافاضل مجلس الاداره بالكامل والاستاذ خالد توحيد والاستاذ ايمن بدره، انه طلب مني ان يتفتح استوديو لقناه النادي الاهلي في مدريد في اسبانيا. عظيم. وهم جاهزين وياخدوا بس الموافقه، وهيبقى على حسابهم هناك، وهيبقى ان شاء الله الامور اتكلمنا فيها بجديه. خطوه جديده من خطوات التوسع في قناه الاهلي، وفعلا انا ابتديت اقول لهم وابتديت منتظر اجتماع ان شاء الله مع الكابتن محمود ومجلس الاداره، ان احنا فعلا يبقى في استوديو لقناه النادي الاهلي في اسبانيا بإذن، ودي نقله ثانيه خالص احترافيه كبيره جدا لكل الناس يعني طبعا. للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي، انك انت بتعمل استوديو لقناه الاهلي في اسبانيا، دي مش عمليه سهله، لان انا عارف قيمه الحاجات دي كلها بحكم ان انا اشتغلت في تلفزيون ابو ظبي وتلفزيون دبي وفي الاي ار تي، فالموضوع مختلف تماما، بتدار الامور كمان، بتعلم كوادر اكيد وبتعمل والتواجد دايما ان ليك نقاط ومحطات في موقع الحدث، بتعمل تواصل بشكل وهيبقى في بقى مراسلين وهيبقى في حاجات وبدون اي تكاليف على النادي الاهلي. عظيم. عشان تبقى عارف النادي الاهلي بالعكس هيستفيد ماديا، وهتبقى فيها انتاج وهيبقى فيها استوديو وهيبقى فيها برامج رياضيه لايف، وهتبقى فيها حاجات كتير جدا. الامور تكون اتمنى ان هم الامور دي نقعد فيها في اسرع وقت، لان احنا فعلا اتكلمنا فيها بجديه، ودي اعتقد ان هي الحمد لله اي شيء كويس الحمد لله، حتى وانا عايش في دبي في ابو ظبي بقدمه للنادي الاهلي، عمري ما بتاخر على النادي الاهلي، كنت بستقبلهم على طول هناك، كنت بذيع لهم المباريات على طول اللي هي دول ولاد النادي الاهلي في طبعًا كل مكان. طبعا احنا مالناش سواء كانوا مع النادي عمليا واحترافيا في المرحله دي او خارج الاطار الاحترافي لدايره العمل في النادي، دايما بيفضلوا عندهم عطاء وعندهم حب وانتماء. ولازم للنادي. ولازم حضرتك ان تمني الانسان الناجح على فكره بينجح في اي مكان اكيد، فهو تملي دور على اولادك الناجحين في اي مكان وضمهم بسرعه، لان احنا طبيعتنا بنخلص جدا في شغلنا، وتعلمنا واصبح عندنا خبرات كبيره جدا عايزين نضيفها ونحطها في بيتنا اللي هو النادي الاهلي، سواء في قطاع الناشئين سواء في الاكاديميات، لان انا اول واحد انشات الاكاديميات في مصر في نادي الزهور، فبالتالي كل الكلام ده كله خبرات، وانا اكاديمي، انا خريج كمان كليه التربيه الرياضيه ان شاء الله. ما بقول لحضرتك الموضوع يعني في افرع كثيره جدا لمشوارك، ممكن تحتاج لمساحه اكبر من الوقت ان شاء الله، للاسف وقتنا مش هيتسع المزيد، لكن بالتاكيد الخطوه اللي اشرت اليها او المفاجاه اللي اعلنت عنها نتمنى انها توصل لافضل نتائج لقناه الاهلي وللنادي الاهلي واعضائه وجماهيره ومشاهدي القناه، تنسيق بين كل الكوادر اللي حضرتك اشرت اليها، الكوادر المتميزه موجودة في إدارة القناة سواء في قناة النادي الأهلي أستاذ خالد توحيد أو أستاذ أيمن بدرة وكل الكوادر الموجودة معانا، أو أيضا الزملاء وفريق العمل الموجود اللي بيمثل شركة بريزنتيشن مع مجلس إدارة النادي ومجلس إدارة شركة الأهلي إنتاج الإعلامي، إن شاء الله يوصلوا لأفضل معادلة للتطوير والاتجاه للأفضل إن شاء الله، بشكل يقدم كل ما يتمناه جمهور ومشاهدو قناة الأهلي في كل مكان إن شاء الله. بختتم مع حضرتك، حضرتك أشرت للأهلي والترجي المباراة السابقة والفوز الكبير على ملعب المنافس، متفائل بأن الأهلي إن شاء الله يعود ليفوز بالبطولة الأفريقية وللمشاركة بقوة في كأس العالم للأندية. كابتن عادل، دايما عندنا ثقة في لعيبة النادي الأهلي، ودايما عندنا تفاؤل، ودايما احنا بنلعب على المركز الأول، وده تربينا عليه في النادي الأهلي، احنا ما بنلعبش على مباراة خصم، احنا تملي مباراه الخصم اللي انت يعني الكابتن صالح سليم دخل علينا في يوم من الايام في الدرجه الاولى، وكانت مباراه الاهلي والزمالك، وقال لنا مالكوا في ايه،
هي مباراة انت حاول وقدم اللي عليك وحاول تسعد جماهيرك انك انت طبعا تكسب المباراة، ولكن في الاخر هي مباراة 3 بونت، هدفنا الاول والاخير البطولة. لكن اعمل اللي عليك، لو ربنا كاتب لنا ان احنا هنفوز، لو ربنا كاتب لنا ان احنا مش هنفوز، ولكن لازم ترضي جماهيرك انك قدمت الاداء الكويس، واللي انت كان هدفك الاساس انك تسعد جماهيرك عشان الجماهير تعذرك يعني. أكيد. ولكن في الاخر هي مباراه 3 بونت، كسبت 3 بونت خسرت 3 بونت رحمه الله، دي الكلمه اللي انا فاكرها منه. وكان على فكره في اول مباراه رسميه انا لعبتها مباراه الاهلي والمنصوره، كسبت فيها النادي الاهلي بكره عرضيه للكابتن محمود الخطيب والكابتن طارق ابو زيد، جابوها جول في مرمى سطوحي، وتعورت وجالي ترقوه. اول مباراه رسميه جالي كسر في الترقوه عشان تبقى عارف، ونزل بدالي الكابتن حسام البدري. فبالتالي الحمد لله انا من اول مباراه بكسب النادي الاهلي، ورجعت تاني وزارني في المستشفى وقال لي ولا يهمك انت كنت احسن لعيب في المباراه وهترجع تاني وتلعب تاني، والحمد لله رجعت تاني ولعبت تاني. وهي دي موفق يا كابتن عادل الفتره الجايه، ونستعين بيك اكتر ونستفيد بحبك وانتمائك للنادي الاهلي وارتباطك بهذا الكيان الكبير بشكل اكبر في الفتره الجايه. الكابتن عادل محمود زميلنا في مجال الاعلام الرياضي ونجم النادي الاهلي والكره المصريه السابق في الثمانينيات، كل سنه وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك وعلى الاسره الكريمه، وسعداء جدا بوجودك معنا النهارده. وحضرتك طيب، وانا كنت وهتمنى في يوم من الايام ان شاء الله ابن محمد اللي كان من اكاديميه النادي الاهلي وابن النادي الاهلي يعود للنادي الاهلي تاني مره تانيه. هو مواليد 98 وبيلعب دلوقتي في الترسانه، وان شاء الله يكون هو من هدافين النادي الاهلي في وقت ان شاء الله هيبقى فيه توقيت لعودته للنادي الاهلي مره تانيه. وبتمنى له التوفيق، وبتمنى كل لعيبه النادي الاهلي طبعا والقطاع بالكامل التوفيق، وهم كل واحد بيعمل اللي عليه، والمجهودات الكبيره اللي هي بتبذل عن طريق الكابتن محمود الخطيب اللي احنا طبعا ساندناه بقوه جدا، لان فعلا النادي الاهلي غني بابنائه، والقياده اللي النادي الاهلي تملي لما تبقى قياده رياضيه بتبقى مهمه جدا. عشان تبقى عارف النادي الاهلي تملي هو وجهته كره القدم وجماهيريته كره القدم، والالعاب الثانيه كلها طبعا حاجات جميله والناس كلها بتعمل انتاج كويسه جدا، ولكن هي كره القدم مفروضه علينا كلنا، مفروضه على العالم، حتى على البرازيل يعني، مش بس أكيد. على النادي الاهلي اكيد. فاتمنى لك التوفيق، وحضرتك طبعا انسان مهذب جدا وانسان ممتاز في تقديمك البرامج، وانا متابعك طبعا جدا ومتابع كل الناس، وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى طبعا لقصف العمل والناس العاملين كلهم ومجلس اداره القناه الجديده برئاسه طبعا الاستاذ خالد توحيد والاستاذ ايمن بدره. بشكرك جدا كابتن عادل محمود، شكرا جزيلا، وسعداء بوجودك معانا النهارده. مشاهدينا مره ثانيه كل سنه وحضراتكم طيبين، ابقوا معنا، فقراتنا مستمره. بعد ما نتابع التقرير التالي هنعود من خلال الاهلي الليله، ولكن مع زملائي الاعزاء الكابتن خالد العوضي وزميلي العزيز عمر ربيع ياسين. ابقوا معنا، هذه التغطيه مستمره. نتابع مع حضراتكم دلوقتي تقرير خاص عن حب الجماهير للنادي الاهلي وقيم وتاريخ ومبادئ النادي الاهلي المصري.